احكيلي الأول كده عن شعور جمهور النادي الأهلي امبارح وحالة الترقب والخوف، وبصراحة كنت بقول في بداية الحلقة موقف لا يحسد عليه، يعني طبعا الجميع المنظومة كلها سواء إذا كانت لعيبة الجماهير الجهاز الفني الإدارة كله مترقب، خصوصا ساعة ضربة الجزاء. طبعا لا، كانت الآمال خلاص بتنتهي، لما تتجدد الآمال مرة تانية. الحقيقة إنه النادي الأهلي يعني لازم يستغل الفرصة دي بإيديه وسنانه زي ما أكيد بنقول. طبعا. طب مبدئيا طبعا هي كانت الشعور متباين، يعني سان داونز كان مسيطر بشكل كبير على ماتش الهلال امبارح رغم ان هو في السودان، لكن ايبنجي مدرب الهلال فاهم ان سان داونز لو فتحت له مساحات هيزعلك جامد، فكان واضح ان هو متحفظ بشكل كبير جدا جدا وبيعتمد على المرتدات. الهلال في اول اللقاء ضيع فرصه او فرصتين، بعد كده سان داونز تسيد المباراه تماما. لما سان داونز سجل هدف خلاص قال لك كله قال لك خلاص الموضوع انتهى، سان داونز اتقدم ممكن يجيب اهداف اكتر، لحد الغلطه الغريبه من حارس سان داونز اللي رجعت الهلال في المباراه مره ثانيه، وعشان تيجي بقى الدقيقه الاخيره وقمه الاثاره وركله جزاء، لكن حارس سان داونز بيعوض الغلطه اللي غلطها وتصدى لهذه الركله. لو هنتكلم على الشعور ممكن نتكلم في حاجه طريفه شويه والحاجات الايجابيه اللي حصلت. نبدا بالحاجات الايجابيه اللي حصلت، معظم اللعيبه و نزلت حتى تويتات او على انستجرام بعد ما الكره دي ضاعت والحكم صفر، لو الحمد لله وان لسه في امل وان الموضوع في ايدينا. حتى احمد قندوسي الجزائري لسه وافد جديد للاهلي كان منزل برده ستوري على انستجرام ان هو تفاعلا مع المباراه. اعضاء مجلس اداره الاهلي نفس الكلام على حساباتهم الرسميه في السوشيال ميديا، فده كان على الصعيد اللي هو الاداري واللاعبين والجماهير. طبعا كانت تعتبر احتفال كبير ان الكوره رجعت تاني ملعب النادي الاهلي. الحاجه الطريفه بقى اللي عجبتني قوي امبارح شفتها على السوشيال ميديا، واحد او كذا حد قال ان الكوره بنتي جه في البلاس 90، فقال ان البلاس 90 اهلاويه حتى لو الاهلي مش موجود في المباراه. لما جت البلاس 90 حصلت الحاجه اللي في صالح النادي الاهلي رغم ان هو مش طرف في هذا اللقاء، ولكن اللقطه دي كانت في صالح القلعه الحمراء عشان ترجع كوره في ملعب الاهلي مره ثانيه. لكن المهم هنا دلوقتي الناس متلخبطه ايه اللي هيحصل في المباراه اللي فاضله. حاليا سان داونز على فكره خلاص ضمن التاهل، احنا في 7 فرق ضمنوا التاهل، يتبقى بطاقه واحده فقط اللي بين الاهلي والهلال السوداني، هتحسم ان شاء الله استاد القاهره غالبا يوم 1 ابريل وان شاء الله هتكون بعد الفطار، عشان برضو الناس قلقانه في حته اللي هتلعب في الصيام قبل الفطار ولا بعده. طبعا لسه لم يحدد بشكل رسمي، ولكن اداره الاهلي اتحركت مبكرا عشان تحسم الموضوع، يبقى الماتش يوم 1 ابريل مش 31 مارس. المنتخب مصر عنده مباراه مع ملاوي يوم 28 مارس في ملاوي، ولعيبه هترجع عنده 7 لعيبه دوليين في المنتخب الاول بخلاف اللعيبه الدوليين في تونس ومالي وجنوب افريقيا واللعيبه الدوليين في المنتخب الاولمبي. وطبعا سوء حظ الاهلي اللي عنده اللعيبه كلها طالعه هكون بره القاهره في هذا التوقيت، وهيرجعوا هيكون الفرق يومين فقط بين المباراه، وبالتالي يبقى 1 ابريل افضل يدي لنفسه 24 ساعه حتى لو هديها راحه للعيبه الدوليه. الحاجه الثانيه الاهلي والهلال، لو الاهلي فاز هيوصل لنقطه 10 وهو نفس رصيد الهلال السوداني. طب اللوائح بتقول ايه عشان الناس عندها حته متلخبطه في الجزئيه دي؟ في حال تساوي فريقين في دور المجموعات ايه اللي هيحصل؟ هنبص للمواجهات المباشره. تمام. هنا بقى هيحدد لنا الاهلي محتاج ايه؟ الماتش الاولاني الاهلي خسر 1-0. وبالتالي يحتاج على الاقل يفوز 1-0 عشان يبقى في تعادل في النتيجه. هبص نتائج المواجهات المباشره، هنا 1-0 وهنا 1-0، يبقى فوز زي بعض بنفس النتيجه بالظبط، يبقى هروح لفارق الاهداف. صحيح. فوز الاهلي على القطن الكاميروني بهدفين او اكتر، هو ده كان الهدف المطلوب، والاهلي حقق الفوز ب4 اهداف نظيفه، كده الاهلي محتاج 1-0 فقط يضمن تاهله وينتزع بطاقه التاهل الثانيه خلف سان داونز قصاد المجموعه. طب لو الهلال سجل هدف، عشان برضو دي نقطه بقى مهمه بالزبط. تختلف بين افريقيا واوروبا، يعني يا سيناريو 1-0 او 1-0 ايه ده خلاص هينهي الموضوع. تمام. طيب اوروبا حاليا في اوروبا لغوا موضوع افضليه الهدف خارج ملعبه، ولكن في افريقيا هذه الافضليه موجوده. موجوده. بمعنى لو الهلال سجل جون والاهلي فاز 2-1 هقول لك الاهلي فاز في ملعبه، الهلال فاز في ملعبه، ولكن الاهلي فاز 2-1 الهلال 1-0، يبقى الهلال افضل لانه سجل هدف خارج ملعبه رغم ان مجموع الماتشين 2-2. صحيح. لان افضليه الاهداف موجوده، يبقى في حال تسجيل الهلال لاي اهداف الاهلي مطالب يفوز بفارق هدفين على الاقل. يعني 3-1 4-1 5-2 5-3، يعني لو تلقت شباك الاهلي اهداف محتاج يفوز بفارق اكتر من هدف عشان يعوض نتيجه الذهاب اللي خسرها 1-0. ودي هترجعنا فلاش باك شويه لماتش الذهاب لما جاء ركله جزاء للهلال وتصدى ليها محمد الشناوي. دي كانت نقطه فارقه، جمهور الاهلي وقتها كان غضبان جدا وقال ما فرقتش 1-0 من 2-0، لا 1-0 تفرق عن 2-0 في التساوي في بين فرقتين. طبعا ربما يكون تصدي لهذه ركله الجزاء نقطه لان تحول. الهدف خارج الارض بهدفين. ولا وقتها لو الاهلي خسر 2-0 كان هيحتاج 2-0 دلوقتي، فالموضوع هيبقى اصعب. بالظبط. ال1-0 مهمه للاهلي، مهمه خصوصا لو سجل هدف مبكر هيخلي الهلال او يجبر لعيبه الهلال ان هم
يخرجوا من مناطقهم، وده ربما يسمح بايه بفوز اكبر للنادي الاهلي. مباراه تبقى سيناريوها صعبه، خصوصا ان ايبنجي مدرب الهلال مدرب عنده خبرات كبيره في افريقيا، وقال بعد ماتش امبارح احنا رايحين القاهره للفوز، وده يدل ان هو مدرب ذكي جدا جدا جدا، انه بيقول مش هروح للتعادل من التعادل في صالحه، لكن قال هلعب على الفوز عشان عايز يدي لعيبته رساله ان انا رايح افوز على الاهلي، لو ما فزتش وتعادلت يبقى حققت الهدف المطلوب مني. فمدرب ذكي جدا، مدرب عنده خبرات كبيره في افريقيا، اعتقد هتفرق كتير قدام مارسيل كولر. صحيح. حديث العهد بالكره الافريقيه والادغال الافريقيه طبعا. لكنه اختبار مهم وحقيقي، واعتقد ان هو يعني مصيري بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم. ولو الاهلي فاز وعد هذا الدور، عايز اقول لك ان اعتقد ان معظم فرق افريقيا تتمنى خروج الاهلي، لانه لو عدى من هذا الدور هم عارفين ان الثلاث فرق الاوائل واحد منهم هيلاعب الاهلي، وبالتالي هتكون مواجهه نهائي مبكر في دور الثمانيه يعني غير معمول.